بسم الله الرحمن الرحيم، انا سيد مشاحي مدرس قسم امراض النبات. النهارده هتكلم معاكم ان شاء الله عن احد تجارب العرض الجانبي اللي احنا جينا في الامتحان في عرض جانبي مش بنشتغلها بايدينا. التجربه دي تجربه دراسه العلاقه بين سرعه الانتشار وحجم الذرات او الجزيئات. سرعه انتشار ايه؟ سرعه انتشار جزيئات المحلول خلال الغرويات بشكل عام. فهنلاقي ان التجربه دي بيكون عندنا فيها انبوبتين، في كلا الانبوبتين احنا عندنا محلول غروي عباره عن جيلاتين. في التجربتين عندنا محلول غروي عباره عن جيلاتين متصلب زي ما احنا شايفين. في الانبوبه الاولى بيبقى الجيلاتين فيه يود، بنضيف عليه محلول غروي من النشا. في الانبوبه الثانيه بيكون عندنا المحلول الغروي بتاعنا المتصلب اللي هو الجيلاتين فيه نشا، بنضيف عليه اليود وبنشوف، بنسيب التجربه لمده يوم وبنشوف تاني يوم مين في المحلولين اللي هينتشر اسرع خلال المحلول الغروي اللي هو الجيلاتين. بنعرف ده ازاي؟ احنا عارفين ان النشا واليود بيتفاعلوا مع بعض ويديني معقد لونه ازرق. الحاجه اللي هتتحرك بسرعه هيبقى المحلول السائل ولا الغروي المتصلب اللي تحت؟ اكيد طبعا هيبقى المحلول السائل اللي فوق. فهنلاقي ان النشا، محلول النشا زي ما احنا شايفين مش شايفين حلقه زرقاء ولا حاجه، وممكن تتكون حلقه زرقاء صغيره جدا. في ده دليل على ايه؟ دليل على ان جزيئات النشا اللي حجمها كبير سرعه انتشارها خلال المحلول الغروي اللي هو محلول الجيلاتين بطيئه جدا بسبب كبر حجم الجزيئات. لو بصينا على محلول اليود هنلاقي ان تكون حلقه زرقاء سنكها اكبر طبعا، دليل على انتشار جزيئات اليود خلال المحلول الغروي اللي هو محلول الجيلاتين وتفاعلها مع النشا وتكون المعقد اللي لونه ازرق. ده دليل على ان سرعه انتشار جزيئات او ذرات اليود اكبر خلال المحاليل الغرويه بسبب حجمها الصغير. زي ما اتفقنا ان التجربه دي بتجيلنا كتجربه عرض جانبي في الامتحان، هيبقى مطلوب منك فيها المشاهده والاستنتاج، وزي ما اتفقنا ان احنا بنربط المشاهده اللي احنا شفناها بالاستنتاج بتاعها. تجربه سهله، واتمنى انها لما تجيبوا في الامتحان تجاوبوا عليها. لو حضرتك فكرت كده ان احنا لو تخيلنا العلاقه بين سرعه انتشار الجزيئات عبر خلال المحاليل الغرويه وحجم الذرات او الجزيئات، هنلاقيها علاقه ايه؟ هنلاقيها علاقه عكسيه، ان كل ما حجم الذرات او الجزيئات كان اقل كل سرعه انتشارها خلال المحاليل الغرويه زي محلول الجيلاتين هنا هتبقى اعلى. شكرا جزيلا.